ماذا قالت أيضا الدكتورة ياسمين موسى في المرافعة اليوم عن ولاية المحكمة واختصاص محكمة العدل الدولية بهذه القضية وبدور المحكمة؟ نتابع. السيد الرئيس في هذا البيان سأركز على 4 نقاط، وأما النقطة الأولى فهي ولاية واختصاص المحكمة الموقرة والإطار القانوني في معالجة الاحتلال الإسرائيلي والانتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني فعل هذا الاحتلال، بالإضافة إلى استخدام مفهوم الدفاع عن النفس كمبرر وسبب للاستمرار في العدوان. أولا سأبدأ بموضوع الاختصاص والولاية. إذا أنا دول أعضاء، بعض دول الأعضاء تعارضكم في استخدام الولاية والاختصاص في القضية المطروحة أمامكم، و ويحاولون القول بأن قراركم سيؤثر على المفاوضات السلام بين أطراف الصراع، ولكن هذه القضية غير مقنعة ونعارضها، ولا بد من النظر في الطلب الذي قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على التفويض الممنوح لها على أساس الميثاق الناظم للأمم المتحدة وكذلك المبادئ الدولية. إن هناك أكثر من رئيس شاري صدر عن محكمتكم بشأن مواضيع الأسلحة النووية ومسائل أخرى، وبالتالي الولاية والاختصاص متوفرة، خاصة بأن هناك حاجة لممارسة مثل هذا الاختصاص هذا اليوم. الجمعية العامة للأمم المتحدة رجعت إليكم بهذه المسائل القانونية والتي تتطلب استجابات قانونية وذلك ممارسة لصلاحياتكم، وأستذكر هنا بأن هذه المحكمة أصدرت قرارا بناء على مسؤوليتها اتجاه القضية الفلسطينية، إذ أن الأمم المتحدة مسؤولة عن القضية الفلسطينية إلى حين يتم تقديم حل عادل لهذه القضية. وفي هذا السياق أصدرتم حول جدار الفصل العنصري رأيا استشاريا، ولم يضر ذلك بأي جانب من الجوانب التي تساعد في الوصول إلى حل هذا الصراع، وهذا القرار صدر عنكم ولكن لم يكن هناك تفعيل له على الأرض، كما أن هناك عناصر أخرى يمكن استحضارها لإيضاح اختصاص المحكمة في إصدار رأي الاستشاري حول هذه القضية بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة التي طالبت محكمتكم بلعب دورها تجاه القضية الفلسطينية في هذه اللحظات الحرجة، وذلك من أجل تشجيع حل السلام في الوقت الذي يختفي فيه أفق السلام. إن ممارسة الولاية في هذا المجال مهم جدا للكثير من الأسباب القاطعة وفق نظرة الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن منطقة الشرق الأوسط يرنو للسلام والاستقرار، السلام الدائم والشامل والعادل بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس المبادئ الدولية والتي بمقتضاها يتم قيام الدولة الفلسطينية على الحدود ما قبل 67 والقدس الشرقية عاصمة لها، إذ أن الرأي الاستشاري سيكون مرشدا للمجتمع الدولي والأمم المتحدة من أجل تحقيق هذا الغرض.